عند مرة أخذ زوجته نازل هو وياها على المناخلية، نازل يشتري له كم غرض، قام وقع منه كيس مصاري كله ليرات ذهب، جن رقد دور قيمة حط المصاري كيس مصاري يا جماعة، ولا لقاهن واحد عتال جاء ضب هالمصاري حطهم بجيبته، مشي بالسوق ولا واحد عم يسأل حدا لقى لي إيه نعم كيس فيه مصاري فيه ذهب، قال له قديش فيه؟ قال له هالقد وهالقد، قال له هذا هو؟ أخذه فتحه هذا هو بذاته، طلع بهالعتال عم شو أجدب العتال، لك بيغنى لولد ولده، لك بيشتري بيت بيشتري محل، شلون هيك العتال اجى عطايا؟ راح اشترى له جرس اللي نعم، قال له خذ هالجرس هذا كل ما جعت بدق بالجرس مشان تتذكر انك ما فيك مخ وانك اي نعم رجعت لي المصاري. اخذ الجرس وراح. هالزلمه هذا بعد فتره تشاجر هو وزوجته طلقها بالثلاثه. قالوا له الناس هذول اي نعم الناس التعبانه، قالوا له بدك تجحشها. وين بده يجحشها؟ بده واحد جحش يكون مشان يعطيها يكون مخه واقف. قال والله ما في غير هالعتال اللي كان بالمناخلية بيوم من الأيام. راح لعنده مرحبا عمي، قال له أهلين، قال له عمي أي نعم لح زوجك مرة المسا بكتب كتابك عليها الصبح بتطلقها ماشي وهي ليرة ذهب، قال له ماشي أي نعم. أخذ ليرة ذهب وفات لعند هالمرة قعدوا لقيته عتال عضلاته مفتولة وزلمي شديد عديد وغير شكل عن هذاك الميت النايط اي نعم اللي اي نعم عايف حاله، مره بيلحس لحسه عسل ومره شو مدري شو بياخذ حب من الصيدليه مره غير منفس عايف حاله. قالت له اذا اجى الصبح هذا الزلمه اللي اعطاك ليره الذهب وقال لك طلي لا تطلي؟ قال لا. ايه اجى جوزها الاولاني دق الباب فتح له نعم، قال له مشان تطلي؟ قال له بدك مرتك؟ قال له ايه، قال له خذ الجرس كل ما اجت مرتك على بالك دق بالجرس. هنا تعطيني جرس لما جوع، هي الجرس دق فيه لما